اخيرا يا جدعان شفنا اكرم توفيق وكريم فؤاد رجعوا من جديد الى التتش يا برنس. الحمد لله يا برنس الرجاله بتاعتنا رجعوا يا برنس من قطر ووصلوا يا برنس الى التتش عشان هيبداوا المرحله الاخيره في تاهيلهم يا برنس من عمليه الرباط الصليبي، وبداوا يا برنس بالفعل النهارده اول تدريباتهم في المرحله الاخيره يا برنس، وحرفيا احنا مستنيينهم. كريم فؤاد يا جماعه كان مع كرر في الفتره الاخيره، كان متالق جدا وكان هداف الفريق وكان ماشي كويس جدا، ولكن الاصابه يا برنس. ونفس الكلام لاكرم طفيق، كان لسه يا عيني راجع من اصابه رباط صليبي وابتدى يشتغل وابتدى يرجع تاني المستوى، ولكن برضه اتصاب هو كمان برباط صليبي، ولكن الاثنين الحمد لله بداوا النهارده المرحله الاخيره في العلاج يا برنس او في التاهيل بتاعهم، وهيرجعوا في اقرب وقت جدا للملاعب والمشاركه بقى في المباريات يا برنس، وباذن الله يرجعوا احسن من الاول. هو الشناوي اتغرم كام يا برنس؟ جايب لك بقى الشناوي اتغرم كام من طقطق ليه؟ سلام عليكم يا برنس. في بند يا برنس في لائحه النادي الاهلي بتقول لك ايه؟ بتقول لك اي لعيب هيتعرض لطرد مباشر وهو يكون السبب في الطرد ده غرامه 50,000 جنيه. ماشي يا برنس، الاهلي يعني الاهلي ما وقفش عند 50,000 جنيه، زود له عليهم كابتن سيد عبد الحفيظ 50,000 جنيه كمان عشان الشناوي اتصرف تصرف سيء جدا جدا. وصح انا مع كابتن سيد عبد الحفيظ على الغرامة ديت، يعني كده الشناوي تم تغريمه 100,000 جنيه من إدارة النادي الأهلي، وتم معاقبته بوقوفه 3 مباريات ما ينفعش يشارك مع النادي الأهلي في بطولة الدوري. ينفع كده الشناوي؟ ينفع كده الشناوي؟ يعني الكرة عدت وكل حاجة خلصت، طب عديها، الواد ادالك كتف كده يعني حاجة في الكورة عادي عشانه، ولكن الشناوي يعني اللي أنت عملته ده تصرف سيء جدا جدا جدا. ونخش كده بقى يا برنس على موضوع سموحة. بص بقى على موضوع سموحه ده عشان جاب له صداع الصراحه، وفرج عامر طلع بيضحك علينا في الاخر. قال لك ايه يا برنس؟ قال لك ان نادي سموحه بعت خطاب للاتحاد الكوره وبيطالب فيه ان هو ياخد ال3 نقاب بتوع مباراه الاهلي وياخدهم ليه. يعني ايه؟ عشان الناس برضه نبسطها للناس. يعني يا برنس الاهلي كسب سموحه 2-0، لا سموحه مش عاوز كده، عاوز سموحه اللي كسب الاهلي 2-0. ما تريح شويه يا سموحه. ولكن يا برنس هم بعتوا لك الخطاب دوت وبيطالبوا ان هم ياخدوا ال3 نقاب بسبب ايه بقى؟ بسبب مشاركه كهربا يا برنس. بيقول لك ان كهربا موقوف والاهلي لعبه في المباراه ديت وكهربا تالق وسجل هدف، فكده مشاركه كهربا باطله والمباراه تيتم يعني يحسبوا ال3 نقاط ليه سموحه. ولكن يا برنس طلعت يا برنس لجنتك اللجنه يا برنس بتاع رابطه الانديه قالت لك بقى ايه؟ قالت لك الخبر لسه واصل يوم الثلاث مش يوم الاثنين، يعني كده كهربا من حقه يلعب عادي ومفيش اي حاجه عشان تريحوا بس شويه يا عم سموحه انتوا. وطلع بقى فرج عامر قال لك ايه؟ فرج عامر قال لك اللي بعت الخطاب للاتحاد الكوره ده ما نعرفوش، والخطاب ده اتبعت غلط. طب ازاي؟ ازاي يا عم فرج يا عامر؟ والاهلي يا برنس يفتح ملف التجديد لبيرسي تاو، ولما نقول سيري بيرسي تاو لازم نقف هنا، ان الصراحه بيرسي تاو ده مش مريحنا انا شخصيا ومش مريح جمهور الاهلي كله. ليه بقى؟ لان بيرسي تاو من اللعيبه اللي هو حبه فوق وحبه تحت، انت مش فاهمه هو لعيب كويس ولا مش لعيب كويس، ولكن الملف اتفتح له يا برنس. ولكن بيرسي تاو مع كولر ابتدى يشتغل، بيرسي تاو مع كولر ابتدى ان الواد يجي في فورمه عشان نبقى متفقين يعني، ولكن الملف التجديد بتاعه لسه هيتفتح يا برنس في نهايه الموسم. ولكن لو بيرسي تاو مستواه فضل زي دلوقتي او ابتدى يعلى نجدد له، مستواه فضل يقل واصاباته كترت لا يا برنس مع السلامه يا باشا، وزي ما جيت فزي ما تمشي، فاحنا مش ناقصين.